الجزء اللي انت شغال فيه هل هو جزء ان انت توجه رسالة للناس في الامور النفسية للولاد، ولا جزء السي اس ار ان يعني ان يبقى فيه تبرعات للمسألة، او ان الشركات او ان الاندية تكون موجودة فيها؟ يعني احنا الصراحة في المؤسسة احنا شغالين على الحاجتين. طبعا احنا كل حاجة مبنية على التبرعات، فعلى طول بنبقى محتاجين تبرعات طول السنة سواء من الأفراد أو من الشركات. وعلى الجزء التاني بنبقى شغالين ان احنا ندمج كل مصابين الحروق في المجتمع، ونعمل نشر الوعي سواء للأطفال دول، ونشر الوعي عن مخاطر الحروق. يعني لازم حتى احنا لينا دور ان احنا نوعي الناس ازاي تتعامل مع الحروق، فبنحاول نعلم الناس ازاي يتعاملوا مع الحروق، ازاي يتقبلوا الاخر اللي هم مصابين الحروق. ومن الناحية التانية ان احنا طول السنة بنستقبل تبرعات من خلال بقى الويب سايت، كول سنتر، البنك. جربت تخش على انديه الاهلي والزمالك ناديين كبار او الانديه الجماهيريه انك تعمل معاهم نفس بروتوكول بيراميدز؟ يعني احنا دلوقتي بنحاول نخش مع النادي الاهلي. كلمته مع مين؟ يعني هو المفروض في بروتوكول رسمي متقدم خلاص لكابتن الخطيب، واقف بس هتمضوا يعني؟ واقف على الامضاء يعني ان شاء الله. بس فيبقى ان شاء الله لو معانا النادي الاهلي، معانا نادي بيراميدز، وزي ما قلت لحضرتك يا ريت كل الانديه والزمالك عشان زياد والزمالك، يا ما ريت. تهزرش دايما الاهلي تقوم داخل بعد كده الزمالك. صح صح زياد ولا ايه؟ صح طبعا. احضر معانا القصه. فزي ما كنت بقول لحضرتك يا ريت طبعا كل الانديه تفتح لنا ابوابها، عشان كره القدم هي قوة ناعمه، فانا اقدر من خلالها اطرح اي قضيه، طبعا، وفي نفس الوقت هخلي كل الناس تقدر تشوف مصابي الحروق، وفي الاخر هنوصل ان هم يتقبلوهم في المجتمع.